شوفوا شوفوا شلون طلع. هذا اطيب سناك طبيعي ممكن تجربوه وتسووه بالبيت، يعني المنظر مالته رهيب. خرافي، لازم تجربوه. يابا نجيب عنب اي نوع متوفر عندكم، اهم شيء طبعا تغسلوه زين. بعدها نجيب الخلاط مالتنا، ننزل العنب شوي، نخلي مي. هسه نشغل الخلاط، صار عندنا بهذا الشكل. هسه يابا نجيب حافظه مال ثلج، واذا عندكم من هذا النوع انه بالخلف يكون طري حتى نقدر نطلع القالب بكل سهوله. شوفوا اذا مبين عندكم، طبعا هي موجوده عند حاجل سعرها 1000 دينار. هسه ننزل السائل بهذا الشكل، بس بالفينس نحاول نشيل الزائد. كررها مرتين او اكثر. يابا صار عندنا بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسا نجي على اخر خطوة، نجيب عوادين مال اسنان، نفتحها بهذا الشكل، ناخذ مجموعة ونخليه بالوسط. طبعا العنب ثخين فبكل سهولة نقدر نثبته بالوسط، واذا مال مو مشكلة. يابا بعد ما جزوا عندنا نخليهم بالفريز اقل شيء 3 ساعات. يابا باع المنظر خرافي، لازم تجربوه.